مشاهدينا الكرام تمر من أمام المنصة في هذه اللحظات مسيرة الاتحاد، هذه المسيرة التي تم تنظيمها في إمارات ومناطق الدولة المختلفة، واختارت اسم قائد المسيرة شعارا لها، مسيرة زايد الخير والسلام. اخترت هذا العنوان لأن مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله كانت حافلة بمبادئ الخير ونشر السلام والمحبة على شعوب العالم أجمع، الشعوب العربية والإسلامية والصديقة. هذه المسيرة التي نظمتها جمعية إحياء التراث الشعبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وصلتنا من الإمارات الشمالية، وصلت إلى مدينة أبوظبي عن طريق ميناء زايد، وهي تمر الآن لتشاركنا هذه الفرحة الكبرى، فرحتنا واحتفالنا باليوبيل الفضي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكرى 30 لعيد جلوس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. مشاهدينا الكرام، بعد اعتماد لجنة التحكيم النتيجة النهائية، يسرنا أن نوافيكم الآن بالنتيجة النهائية على مستوى جميع الأشواط التي شاركت بها القوارب، وكان عدد هذه القوارب 56 قاربا. من 7 أشواط في سباق هذا اليوم، النتيجة المعتمدة بالنسبة للمركز الأول الذهب. الذهب احتل المركز الأول والترتيب العام لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والنوخذ أحمد إبراهيم راشد. التوقيت الزمني التوقيت الزمني 21 دقيقة وثانيتين و63 جزء من الثانية. المركز الثاني القارب الذي يحمل رقم 31 الكوس للشيخ صالح بن محمد الشرقي و النوخذة علي أحمد النون، احتل المركز الثاني بالنسبة للترتيب العام، والتوقيت الزمني 21 دقيقة 7 ثواني وجزئين من الثانية. في المركز الثالث بالنسبة للترتيب العام الطيارة لسمو الفريق الركن طيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والنوخذة خلفان بن جاسم الزعابي، التوقيت الزمني 21 دقيقة 8 ثواني و62 جزء من الثانية. نلاحظ طبعا الجماهير والأعداد الكبيرة التي جاءت تصطف على شارع الكورنيش بأبو ظبي. ومرت منذ لحظات